لو اكتفينا بعد حبوب الفاصوليا والبسلة في الأرض المتسمدة حيوي والأرض المتسمدة كيماوي، في غياب اللي زارع بالكيماوي كنا ظلمنا أصحاب البرامج الكيماوية. لكن الحمد لله ربنا أكرمنا أثناء مرورنا في نفس الحوض وفي نفس المحافظة وفي نفس التوقيت باتنين مزارعين أيضا من المنوفية، قالوا إحنا زارعين بالبرنامج الكيماوي وبيوتنا اتخربت. أهلا بحضرتكم، عرفنا أهلا اسمك. بيك محمد علي محمد زهران، مزارع من شبرا باص شبين الكوم. من شبين الكوم إن شاء الله، من قرية شبرا باص. وزميلك محمود عبد الحميد عبد الغفار ابو حامد، من قريه جزيره الحجر، مركز الشهداء محافظه المنوفيه. مركز الشهداء محافظه المنوفيه. طيب ما شاء الله اهل الشهداء والمنوفيه كلها متفوقين جدا في زراعه الخضار. احكوا لنا تجربتكم مع السماد الكيماوي، وايه الاخبار اللي سمعتوها عن السماد الحيوي، وقررتوا ايه بالظبط؟ هتستمروا بنفس المنوال القديم ولا هتقولوا للسماد الكيماوي باي باي ولا هتعمل؟ لا، هو بعد اللي احنا جينا وشفناه في حقل الارشاد، بعد الحلقه اللي احنا كنا سمعناها من حضراتكم من فتره، جينا وعيننا هنا وشفنا الوضع، ففي فرق شاسع، في فرق كبير جدا. يعني انا شغال بالبرامج الكيماوي والتسميد اللي هي اللي احنا المعتاده اللي احنا ماشيين عليها. على الكيماوي انا بزرع بطاطس، بزرع فاصوليا، بزرع كرنب، بزرع جزر، بزرع كابوتشا، بزرع طماطم، جميع أنواع الخضار. جميع أنواع الخضار. طيب أرباحك عاملة إيه مع البرامج الكيماوية؟ السنة دي الفاصوليا ما يعني الكيماوي ما عادش بيدي النتائج اللي كنا بناخدها زمان. وطبعا ما عادش عارف إيه السبب. ما إحناش عارفين إيه السبب، العيب في التربة، العيب في الري، العيب في إيه؟ أنا هقول إحنا مش عارفين إيه السبب. العيب في السبب بس ما العيب فين والسبب إيه؟ بس أما أسمع الحاج. تجربتك يا حاج. إحنا السنة دي أنا كنا السلام نزرع فاصوليا، كان الإنتاج كويس جدا جدا، كنت باخد من الفدان طن ونص. السنة دي مش هاخد 100 كيلو، أنا سميت بنترات، اديت الفدان في الفدانين الاتنين اديت لهم إيه حوالي 12 شكارة نترات. 12 شكارة في كام يا حاج؟ في كام إيه؟ كام جنيه الشكارة؟ الشكارة شاريها على سعر السوق السوداء 250 جنيه. 250 جنيه؟ لأن هم ما بيدناش في الجمعية كيماويات. قلت لي كام شكارة؟ قلنا 12 شكارة. 12 في ال يعني 5000 جنيه فقط لا غير نترات. عنصر النترات. وما خدناش فاصوليا نهائي. خالص. أنا ما خدتش فاصوليا السنة دي بالفدانين. طب غير النترات عملت إيه؟ والله أنا جبت اللي هو الهومك. هيومك. خدت بالسنتك. ما استشرتش وزارة الزراعة الجمعية الزراعية ما. في الجمعية الزراعية ما بقاش فيها أي حد يستشيرك. ما فيش غم عديل لشوية البطاطين وشوية الحاجات اللي بيبيعوهم. وإن كان كيماوي بيديه للمزارع وخلاص، أكتر من كده ما فيش جامعة زراعية، ما بقاش في عد، ما عادش لهم دور غير كده، ما فيش أي دور في جامعة زراعية. طب الجمعيات النوعية اللي هي متخصصة في الخضار ما بيجيش تشتري من كل فاصوليا، البسيل، البصل، البطاطس، الجزر؟ كل اللي بيجي يشتري بقى التجار بقى بينزلهم تجار كمان. يعني تجار. التعاونيات ما فيش. لا لا لا، ما فيش حد بيجي يشتري من المزارعين بالنسبة لل. طيب مع تجربتك يا حاجة تمشي على نفس الطريقة ولا لا؟ اللي احنا شفناه دلوقتي وشفت الفاصوليا بنفس التسميد اللي هو غير الكيماوي والكلام ده كله، حاجة تختلف خالص يعني. طب ما حدش قال لك ان كمان الفاصوليا كانت محتاجة فوسفور، كانت محتاجة بوتاسيوم؟ والله هم قالوا ان فيه صدى عليها، فيه مش عارف ايه، جبت ده اساله. لا دي حاجه تانية. دي ما اعرفش، دي مقاومه الله اعلم. بس الارض وزاره الزراعه تقول لهم انا عندي صدى وعاوز اكافح. خدت بال سيادتك، احنا جبنا مبيدات كتيره ورشينا ما سبناش، بس ما فيش نتيجه. ما جبتش نتيجه. انا مش شايف يعني، في حاجات كتيره العوامل بتاعتها ما بقتش تدي النتائج. طيب انا قبل ما اشكركم لازم اقول لكم واقول للساده المشاهدين ان السبب اللي انتوا بتعانوا منه النهارده، برغم ان انتوا سميتوا 12 شكاره نترات وما جابش نتيجه، والحاج اللي بيقول مهما بنسمد التربه ما اعرفش فيها ايه والعيب فين، الدكتور محمد فتح سالم هيجي معايا بعد الفاصل وبعد الفقرات دي كلها مع المزارعين، هو اللي هيتكلم عنها بنفسه لانه استاذ امراض نبات في معهد الهندسه الوراثيه بجامعه مدينه السادات، وهو المشرف على انتاج برامج التسميد الحيوي في الكلية. لكن قبل ما تتكلم تاني هقول لك السبب اللي انا اعرفه، ان الارض دي كان فيها جيوش من البكتيريا اللي ربنا خلقها، البكتيريا النافعة
احنا موتناها على مدار عشرات السنين. انا يمكن البرنامج اللي اشتغلت بيه البرنامج اللي اشتغلت انا بيه يمكن غير البرنامج اللي اشتغل بيه الحاج محمد خالص. هي في النهايه كيماوي. انما انا بحط 19، بحط عناصر، بحط مغنيسيوم، بحط كالسيوم، وبرغم كده ما جاش. انا من النوعيه اللي مهنتي الخضار ده مهنتي وعارف احتياجاته. طيب استخدمتها في مراحل عمرها الطبيعيه، توقيتات معروفه، والنمو الخضر بتدي ايه، الزهر وكل 8 ايام برش إيه؟ لا كل 8 ايام برش برش للصدى، برش للحمراء، برش فطري، برش بوتاسيوم، برش كالسيوم عشان يجلد يعني دي مهنتنا وعارفين مراحلها وعارفين وضعها. انما الكيماوي بقى له سنتين معانا، حتى في محصول البطاطس بقى له سنتين او ثلاثه. انا كان عندي فدان البطاطس بجيب 21 22 23 طن هنا في المنوفيه. هنا في المنوفيه النهارده ما بتجيبش 12 طن في الارض العافيه. النهارده ما بتجيبش 12 طن، وغير اللي ما بتجيبش 12 طن التكلفه زادت يمكن 3 4 اضعاف. العينه باينه على راس الغيط، والفلاحين اللي بيقولوا انا ما قلتش حاجه. السؤال ده موجه للدكتور سيد خليفه، اولا نقيب الزراعيين، ثانيا رئيس قطاع الارشاد في وزاره الزراعه، المهندس محمود عطا رئيس الاداره المركزيه للبساتين والمحاصيل الحقليه في وزاره الزراعه ايضا. لازم تشوفوا الاسباب دي ايه. خليكم معانا بعد الفاصل، مكملين في نفس الحلقه.